يا أبا عبد الله. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين عليه السلام. السلام عليك يا ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله وابن الثار والوتر الموتوم. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأتيت الله ورسوله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك، فلعن الله أمة ظلمتك، فلعن الله أمة سمعت بذلك فرديت به. يا مولاي يا أبا عبد الله، أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها. وأشهد أنك من دعاء أشهد أنك الإمام البر التقي الردي الزكي الهادي المهدي. وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وآلام الهدى والأروة الوثقى والهجة على أهل الدنيا. وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرايع ديني وخواتيم أملي وقلبي لقلبكم سل وأمري لأمركم متبع. صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم.